أنا اسمي أحمد سرحان، عندي 33 سنة، متطوع في حملة الفريق شفيق. أنا مؤمن بالفريق شفيق من أول يوم، إيماني بالأفكار اللي بيعبر عنها، إيماني بقدرته على قيادة البلاد في المرحلة الدقيقة اللي احنا بنمر بيها. اختياري له أو اقتناعي بأنه يصلح كرئيس لمصر مش من النهاردة ولا امبارح، ده من أكتر من 3 4 سنين، يمكن من 2008. الناس كلها تعرف احمد شفيق كويس قوي، ما بنواجهش مشكله ان احنا نقعد مثلا نعرف الناس من هو احمد شفيق. الناس عارفاه كويس قوي، ناس كتيره جدا بتقابلنا وتبقى مبسوطه قوي ان احنا جايين من عند الراجل ده. احمد شفيق عمره ما كان عضو في الحزب الوطني المنحل، والناس كتيره بتحاول تتغافل عنه انه هذا الرجل هو اول رئيس وزراء في تاريخ مصر الذي ياتي من خارج الحزب الحاكم. الفترة اللي كان فيها رئيس وزراء، اللي هي الشهر اللي كان فيها رئيس وزراء، تعتبر هي أفضل فترات الثورة، الفترة اللي كان المصريين فيها بينزلوا يدهنوا فيها الأرصفة مثلا، الفترة اللي ما كناش شايفين فيها هذا الانفلات الأمني الفظيع اللي موجود النهارده، بس ما كانش فيه سرقات مسلحة للبنوك. شايفه رئيس شعبه هيحبه، والمصريين هيفتخروا إنه كان رئيسهم. شايفه قائد ذو رؤية، ذو بصيرة، يستطيع أن ينفذ هذه الرؤية على الأرض، ويستطيع أن يأتي في نهاية فترته الرئاسية الأولى ويقول للناس حاسبوني.